ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذا هم عالمي وجلوبال، وكل الأكاديميات المتقدمة أنا شايفه يعني يطبقوه، لكن للأمانة أقول هذا تطبيقات للمحترفين يلعبون بساحة صغيرة 40 في 60 ياردة، منطقة جزاء 15 ياردة، مو أكثر، من يلعبون بها 2 ضد 2، ولاعبي الوسط 6 و8 يشوفهم. الكرة تنتقل من ساحة إلى ساحة، ما ينتقلون اللاعبين إلا 6 و8. فإذا الكرة الآن عند الدائرة، شو يحاول يبنون لعب تحت الضغط 6 ضد 6. فإذا نجحوا الدائرة والحارس معهم بإيصال الكرة إلى 11 أو 7 أو 10 أو 8 9 كاعتياد كرة طويلة أو متوسطة، ذول الاثنين ينتقلون هنا فيصيرون 6 ضد 6. الكرة هنا 6 ضد 6، منين تجي الزيادة؟ من لاعبي الوسط. هذا تدريب تخصصي للاعبي الوسط، وكله تحت الضغط. الكرة هنا، لاعبي الوسط هنا، فالكرة تنتقل وتنقل معاها اللاعبين ذولا. أما 7 و3 و11 باقين، لاحظ هنا الكرة هنا 7 11 و7 و3 و2 و4 و5 و9 و10 بالساحة اللي ما بيها كرة. من تنتقل الكرة لهاي الساحة لأي من اللاعبين ينتقلون هنا، فوجود الكرة هو اللي يحدد اللعب 6 ضد 6. هذا الانتقال يكون سريع جدا. طبعا هذا الكرة يسجل واللعب هر يصير بالداخل، والما عنده كرة يحاول يعني يدافع دفاع جيد، ينظم دفاعه ب6 لاعبين ضد 6 لاعبين مهاجمين، ويحاول أن يعيد حيازة الكرة ويتحول من الدفاع الهجوم ولعب الكرة إلى زملاء بالساحة الأخرى. هذا يسموه جلوبال، يعني مستوى عالمي بالتدريب. إذا تكبر المسافة وتضع للاعبين أكبر من 14، أكبر من 16، أكبر من 18، يعني 14 16 18، فريق محترف لا بأس، من أحسن تمارين كرة القدم الذي يهتم بانتقال لاعبي الوسط من ثلث إلى ثلث، من ثلث إلى ثلث. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، كما أني دائما وأبدا أذكر بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.